جديد هنتكلم عن قصة المايوكارديتس. ومايوكارديتس طبعا هنتكلم على انفلاميشن اوف مايوكارديوم، طبقة العضلات اللي في القلب وصل لها الانفلاميشن وبدأ يحصل accumulation of inflammatory cells. فاحنا موضوعنا النهاردة اسمه مايوكارديتس. طيب في نقطة مهمة جدا حابب انبه عليها قبل ما نبدأ تفاصيل المايوكارديتس، خد بالك منها، ان المايوكارديتس اللي نقصدها هنا في الباثولوجي في الموضوع بتاع النهاردة هي مايوكارديتس بدأت في القلب مايوكارديتس. يعني ايه بدأت في القلب مايوكارديتس؟ يعني المايوكارديتس الانفلاميشن اللي حصل ووجود الانفلاماتوري سيلز مش secondary لأذر pathological condition. يبقى هي myocarditis which is primary inflammation of the myocardium not secondary to other pathological conditions. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لو افترضنا ان احنا عندنا عضلة القلب اهي، دي مثلا عضلة القلب، ده الميوكارديوم اهو، والكورونري artery اللي بيغذي المكان ده وتحصل فيه مثلا coronary thrombosis. النتيجة بتاعتها طبعا لما يحصل coronary occlusion ان جزء من العضلة تموت، الجزء ده سي مثلا حصل له myocardial infarction. حصل له ايه؟ myocardial infarction. نتيجة الانفاركشن اللي حصل في عضلة القلب، فانا هلاقي مع النيكروزز في accumulation of inflammatory cells تبدأ خلايا الانفلاميشن تتجمع في المكان. كويس؟ يعني حصل دلوقتي inflammation اهو. كويس؟ هل هو ده المايوكاردايتس اللي احنا نقصده؟ لا، مش هو ده. المايوكاردايس اللي احنا نقصده انه not related to myocardial infarction و not secondary to other pathological conditions. يبقى هو starting from the beginning as an inflammation. طيب في عندنا قاعدة مهمة جدا عايزين نعرفها لما نيجي ندخل قبل ما ندخل في انواع المايوكارديتس، الا وهي الاتي اللي هي ان اي انفلاميشن بيحصل في المايوكارديوم بيحصل عندي في المورفولوجي مجموعة تغيرات ثابتة. ايه التغيرات الثابته اللي هشوفها في المورفولوجي؟ لو انا جيت بصيت على عضله القلب ديت المايوكارديال ماسل اهي، تمام، المنطقه اللي فيها انفلاميشن مؤكد هيحصل فيها سويلنج، مؤكد هيحصل فيها ايه؟ سويلنج. سي مثلا ان منطقه الانفلاميشن هي المنطقه دي، فانا اتوقع ان الماسل تبقى سوولن في الحته دي اهي. كويس؟ يبقى اول العلامات المورفولوجيكال جروس اللي بشوفها بعيني ان انا بلاقي سويلنج في المايوكارديوم ادخن من الطبيعي. ليه ادخن من الطبيعي؟ لان في انفلاماتوري اكسيوديت وانفلاماتوري سيلز بدات تتجمع ان بتوين الماسل فايبرز. ادي اول نقطه. النقطه رقم اتنين، ان لون المايوكارديوم في المنطقه ديت اللي هي الحته اللي فيها انفلاميشن مش هيبقى كلير، مش هيبقى واضح، مش هيبقى هوموجينس. يعني ممكن تلاقي ان المنطقه فيها كذا لون. وجود الانفلاماتوري سيلز مع وجود خلايا ميته مع وجود اكسيديت يخلي المكان مطلد، يعني مبقع. كويس؟ وفي بعض حالات المايوكارديتس ممكن يبقى القلب العضله هنا فرايبل. في بعض حالات المايوكارديتس ممكن تبقى فرايبل، هشه جدا وسهل انها تتفتت المنطقه ديت ويحصل فيها مشاكل. خلاص، يبقى ده الشكل العام بالجروس بيكتشر. المنطقه اللي فيها مايوكاردايتس بسبب الاكسيوديت بتبقى سوولن، بسبب وجود الانفلاماتوري سيلز والانفلاماتوري اكسيوديت فاللون مش رايق، بلاقيها مطلت. وفي بعض الحالات بتبقى فرايبل غير متماسكه لان العضله بقت ضعيفه ما عادتش بنفس القوه القديمه. ده بالنسبه للجروس بيكتشر الجنرال اللي احنا بنشوفها في حالات المايوكاردايتس. طيب لو انا يا اولاد جيت خدت عينه من هنا، خدنا بايوبسي من القلب من المنطقه ديت وجينا بصينا تحت الميكروسكوب، عندي ثلاث علامات ثابته مؤكده، الا وهي لو احنا شفنا دي مثلا، افترضنا ان دي الكاردياك ماسل اهي. كويس؟ دي مثلا الكاردياك ماسل اهي، تمام، وانتوا عارفين طبعا الكاردياك ماسل بتبقى سترايتد ماسل، دي النيوكلياي بتاعتها اهي. كويس؟ تمام، ادي الماسل قدامنا اهي، اتمنى انها تكون واضحه في الصوره. وطبعا المسل بتبقى سترايتد، ادي الاسترايشنز اهي، تمام. طيب اول قاعده عندنا في المايوكارديتس ان انت عندك انفلاماتوري سيلز لاي سبب من الاسباب اللي احنا هنقولها، بقى عندي انفلاميشن. فين الانفلاماتوري سيلز؟ هل الانفلاماتوري سيلز الخلايا بتبقى انترا سيلولر جوه الخلايا ولا اكسترا سيلولر؟ اكسترا سيلولر، انفلاميشن بيبقى بره.
فين؟ في الانترستيشال تيشو، يعني بتوين الماسل فايبرز. فانا هبدا الاحظ وجود انفلاماتوري سيلز في هذا المكان، ليمفوسايت مثلا او بلازما سيل او ماكروفيج او بوليمورف او جاينت سيل واتيفر ايا كان على حسب سبب الانفلاميشن، لان اسباب الانفلاميشن متعدده وكل نوع انفلاميشن بيجيب لي خليه غير التاني، وبالتالي هي قاعده عامه ان انا عندي انفلاماتوري سيلز. خلاص انفلاماتوري سيلز خلاص فين؟ انترستيشال. طيب وجود الانفلاماتوري سيلز انترستيشال بتوين الماسل فايبرز، وجود الانفلاماتوري سيلز انترستيشال بتوين الماسل فايبرز، الكلام ده يأثر على العضله ولا ما يأثرش؟ يأثر طبعا. يأثر ازاي؟ ان ممكن العضله يبدا يحصل فيها فاكيوليشن. يعني ايه فاكيوليشن؟ يعني تتنفخ ميه، الاقي فيها ووتر فاكيولز بهذا الشكل اهو، كويس. وكون ان حصل فيها فاكيوليشن او سويلينج، ما هو ده اللي نفخها بالعين. الحالة دي يا ولاد تعتبر نيكروزز ولا ديجنريشن؟ ده يعتبر ديجنريشن. يبقى اذا ممكن يحصل ديجنريشن، والديجنريشن اللي هو الفاكيولز اللي بدأت تتشاف جوه الماسل فايبرز. او في بعض الحالات المؤسفة ان ممكن احيانا مع وجود ميديتورز كميات كتير وفري راديكالز كتير وسبب قوي للمايوكارديتس، ممكن العضلة نفسها ما يحصلش جنريشن، ممكن تموت. يعني ممكن العضلة فعلا تموت، يحصل نيكروزس. ولو حصل نيكروز هتبدأ النيوكلاي تختفي، وتبدأ تلاقي ان السيلز بقت مور ايزينوفاليك، لونها احمر بزيادة بهذا الشكل. يبقى انا قلت يا اولاد ثلاث قواعد بالعين، قلت يا اولاد ثلاث قواعد تحت الميكروسكوب. ثلاث قواعد قلناهم بالعين في كل انواع المايوكاردايتس، ان الماسل بيحصل لها سويلنج، ان الماسل بيحصل لها بتبقى فرايبل، ان الماسل لونها بيبقى موتلد مبقع او مش رايق. تحت الميكروسكوب بشوف ايه؟ بشوف انفلاماتوري سيلز فين؟ انترستيشال ايا كان نوعهم. الميوكارديال ماسل اخبارها ايه؟ ممكن تبوظ ديجنريشن او فاكيوليشن، يحصل لها سويلنج، او ممكن تموت ويحصل نيكروزس. وعلامات النيكروزس في الميوكارديال ماسل انك تفقد الاسترايشن، تفقد النيوكلياي، ولون السيلز يبقى مور ايزينوفيليك. دي القاعده العامه اللي بتنطبق على جميع انواع الميوكارديتس اللي انا هشرحها دلوقتي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده تقسيمة الميوكارديتس بيقسموها لإيه. تعالوا كده يا ولاد نقسم مع بعض أنواع الميوكارديتس نشوف بتنقسم إلى إيه. طبعا التقسيمة بتاعت الميوكارديتس اللي أنا هشرحها دلوقتي يا دكاترة هي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الإتيولوجي الكوز. فهي تقسيمة إتيولوجيكال، تقسيمة إتيولوجيكال. بص يا ولاد احفظ معايا القاعدة دي، اللي يعمل التهابات في عضلة القلب، اللي يعمل التهابات في عضلة القلب، أهم عضلة في جسمك، أنا آسف يبقى خنزير. اللي يعمل التهابات في عضلة القلب، أنا آسف يبقى خنزير. كويس؟ يبقى إذن هنجمعها في كلمة إيه؟ pigs، عشان ما تنساش. P I خلاص G كويس S خنازير، كلهم خنازير. كويس؟ pigs P-I-G-S دي الأسباب الأساسية والمشهورة لالتهابات عضلات القلب. تعال نتكلم على النوع الأولاني. النوع الأولاني اسمه يا دكتور اسمه parenchymitis، ولو إن التسميات ليس لها معنى أو مدلول مهم. إيه parenchymitis يعني؟ في البارينكيما. طب ماشي، ما أكيد في البارينكيما، أمال بره في البريكارديوم. الآي interstitial، الاي يا اولاد انترستيشال. طب ما هو اكيد اي انفلاميشن بيبقى في الانترستيشال تيشو. التسميات ليس لها مدلول مهم، اسامي وخلاص، وكل اسم له سبب معين، بس هنعرف الاسباب دلوقتي. يبقى البارينكيميتس ده نوع، انترستيشال ده نوع. في نوع اسمه جرانيولوميتس، يعني عمل جرانيولوما. في نوع اسمه سابيوراتيف، يبقى عمل ايه؟ عمل باس. يبقى بارينكيميتس، انترستيشال، جرانيولوميتس، سابيوراتيف. حط بعد كده عندي كاتيجوري ليس شائع من النوادر يعني انه يحصل، وهو اميونولوجيكال، مشاكل مرتبطه بجهاز المناعه، حاجه بقى ليها علاقه بالانتيجين انتي بودي او الاميون رياكشن، ودي من الحاجات اللي مش كومن قوي او ملهاش اهميه كبيره عندنا. طيب تعالى نتكلم على النوع الاولاني. يبقى احنا كده قلنا التقسيمه او شفنا التقسيمه مع بعض، بارينكيميتس وانترستيشال وجرانيولوميتس وسابيوراتيف.
تعال نبدأ بالنوع الأولاني اللي هو اسمه بارينكيميتس. أنا عايزك تفتكر معايا بقى حاجة مهمة كده. بارينكيميتس بتبدأ بحرف الـ A، بحرف الـ P. هنتكلم على مين يا ولاد دلوقتي؟ هنتكلم عن النوع اللي اسمه بارينكيميتس. هاخدهم نوع نوع كده ونرسمهم مع بعض وبعدين امسحه ويخش على النوع اللي بعده. نبدأ بالنوع اللي اسمه بارينكيميتس، وافتكر معايا حرف الـ P. أشهر سبب للبارينكيميتس هو بي بارازايتس. أشهر سبب للبارينكيميتس هو البارازايتس. طيب زي مين البارازايتس؟ افتكر البارازايتس مجموعة من الطفيليات أو البروتوزوا اللي ممكن توصل للقلب. أنا عايزك تعرف أشهر واحدة. أشهر بارازايت اسمه ترايكينيلا، ترايكينيلا سبيراليس، كويس؟ وممكن تي توكسوبلازما، تمام؟ يبقى احنا عندنا البارينكيميتس، مايوكاردايتس، بي بارازايت، تي ترايكينيلا توكسوبلازما. هتاخدوهم في البارا، التوكسوبلازما ده اللي هو بتاع القطط يعني، كويس؟ طيب ده سبب من الاسباب. ولو حضرتك لقيت عيان عنده بارينكيميتس مايوكاردايتس يقول لك تشوف ايه في المورفولوجي؟ هشوف ايه؟ احنا كنا بنعمل ايه في الاول؟ نفس الكلام بالظبط، تلات علامات بالعين، تلات علامات تحت الميكروسكوب، سيلز ديجنريتد، سيلز نيكروتيك، انفلاماتوري سيلز، انترستيشيال، ان بتوين الماسل فايبرز. بس تزود حاجه مهمه، لما تقول لي انفلاماتوري سيلز في حالات البارازيتك يبقى ان بتوين المسل اشهر سيلز موجوده هي الايزينوفيلز. طالما الموضوع فيه بارازايت يبقى الموضوع فيه ايزينوفيلز، هنلاقي ايزينوفيلز بكميات كبيره جدا، معظم الانفلاميشن ايزينوفيلز. فين؟ ان بتوين المسل فايبرز. ادي المسل فايبرز اهي، ان بتوين المسل فايبرز بلاقي كميات كبيره من الايزينوفيلز. يبقى ده السبب الاولاني للبارينكيميتس، وده من اشهر الاسباب. في اسباب تانية؟ في اسباب تانية. طيب البارينكيميتس يا اولاد ممكن ما يبقاش سببه بارازايت، امال ممكن يبقى سببه ايه يا دكتور؟ ممكن يبقى سببه توكسنز. افتكر دايما عندي هنا حرف البي والتي شغالين معايا في زي الفل. توكسنز، حرف التي توكسنز، وكان التي امثله على البارازايت. خلي بالك، يبقى افتكر التي امثله البي، امثله البارازايت توكسوبلازما ترايكينيلا، وتي توكسنز. التوكسنز اللي ممكن تعمل التهابات في عضله القلب ممكن يبقى توكسن بسبب بكتيريا، يعني نوع من انواع البكتيريا بينتج سموم، اكزوتوكسن مثلا. واشهر بكتيريا تعمل الحاله دي هي الدفتيريا، وانتوا عارفين ان الدفتيريا ده عباره عن بكتيريا بتيجي في الاورال كافيتي او التونسلز او ممكن الابر سبيرتراكت، وتعمل حاجه اسمها سودو ممبرينس انفلاميشن، يعمل اسفكسيا، يخنق. ولكن هي نفسها ما بتخترقش، يعني نون انفيزيف. فمين اللي بيوصل للقلب؟ اللي بيوصل للقلب التوكسن بتاع البكتيريا، توكسنز. او ممكن يبقى توكسنز او بويزنز عاديه خالص، كيميكال توكسنز، يعني ممكن تبقى برضو كيماويات، مواد كيميكال قد تحدث التهابات في عضله القلب. يبقى ده دكاتره النوع اللي هو البارينكيميتس، وعرفنا سببه بارازايتس، واشهر البارازايتس هما الترايكينيلا والتوكسوبلازما، والتي كمل عليهم بقى بتوكسنز زي الدفتيريا اكزوتوكسن وزي الكيميكال توكسنز. تعالوا نمسح النوع الاولاني كده، خلصناه، اسمه بارينكيميتس، شكرا. يبقى احنا قلنا اللي يعملوا التهابات في عضله القلب ايه؟ بيجز. خلصنا البي. تعالى ندخل في نوع مهم، والنوع ده من اهم واشهر الانواع وعايزك تركز معاه فيه كويس قوي، اسمه انترستيشيال. الانترستيشيال يا دكاتره سببه ليس له اي علاقه باسمه، هو الاسم كده تسميه وخلاص، ملهاش اي معنى، ملهاش اي قيمه، لان كلهم التهاباتهم في الانترستيشيال تيشو. طب المعلومه بتقول ايه؟ بتقول ان الانترستيشيال مايوكاردايتس بيبقى في غالبيه الحالات سببه ايه يا دكتور؟ سببه فيروس. في غالبيه الحالات سببه فيروس. طبعا حضرتك عارف ان الفيروس عباره عن كبسول او كبسد، ماده بروتينيه من بره وفي ماده جينيه من جوه، شريط او شريطين. وظيفه الفيروس او هدف الفيروس انه يعيش اكسترا سيلولر ولا انترا سيلولر؟ انه يعيش انترا سيلولر. لو افترضنا ان في مجموعه من الفيروسات دخلت على المايوكارديال ماسل، ديت عضله القلب، المايوكارديال ماسل اهي المايوسايت، ودي النيوكلاي بتاعتها اهي،
كويس، وفي مجموعة من الفيروسات الحقيرة دخلت جوه عضلة القلب عشان تعيش وتتكاثر جوه. طبعا الفيروس بيسيب الكبسول بتاعه، يطبع الشفرة الوراثية ديت الجينز اللي موجودة هنا على النيوكليس، يشغل النيوكليس عشان تنتج فيروسات اكتر واكتر، فيبدأ يطلع فيروسات كتيرة جوه المايوسايت. ادي الفيروسات اهي، بدأت الفيروسات دي تبقى اكسبريسد بره اهي، بدأت تظهر على خلية القلب، على خلية المايوسايت من بره، فطبعا استفزت جهاز المناعة. مين خلايا المناعة اللي هتيجي تضرب العضلة البايظة عشان تقاوم الفيروسات؟ فاحنا مضطرين ان احنا نجيب الليمفوسايتس. فتبدأ تلاقي ان المكان بقى محاصر ومليان ليمفوسايتس، يبقى هيعمل انفلاميشن. ليه؟ لان الفيروس عاش جوه الخلايا. فالليمفوسايت احنا اسفين، هنيجي نهاجم الفيروس ونهاجم الخلايا، ويبدأ يحصل عمليات هجوم على عضلة القلب، والكلام ده هو اللي بيعمل لي المايوكاردايتس في هذه الحالات. يبقى إذن اللي بيميزنا في الانترستيشال مايوكاردايتس هو فيرال انفكشن، وكون انه فيرال انفكشن فهو انتراسيلولر انكلوجنز جوه الخلايا، وده هيجيب لي. احنا دلوقتي وصلنا لمين؟ وصلنا للفيرال انفكشن، وقلنا ان اشهر فيروس عندنا هو الكوكازاكي بي فيروس، وده واحد من الفيروسات المشهوره اللي ممكن تعمل التهابات في عضله القلب بسبب ان هو بيعيش انتراسيلولر جوه السيتوبلازم بتاع الخلايا، وبالتالي الليمفوسايت تضطر تهاجم المكان. يبقى احنا كده وصلنا للاي وعرفنا قصه الانترستيشيال. نمسح الانترستيشيال، يبقى عرفنا البارينكيماتوس وعرفنا الانترستيشيال. طيب ندخل على الحرف اللي بعده وهو حرف الجي، هنتكلم على الجرانيولوميتس. هنتكلم على الجرانيولوميتس. طيب تعالى بقى نشيل دول كده كويس، وناخد الجرانيولوميتس كده لوحده تمام، لان هو السابيوراتيف يعتبر ما فيهوش كلام، والاوتو ما فيهوش كلام، هو الجرانيولوميتس اللي فيه كل الكلام الجاي. تعالى احنا هنا يا اولاد هنتكلم على نوع اسمه ايه؟ اسمه جرانيولوميتس، جرانيولوميتس مايوكاردايتس. يعني عندي مايوكاردايتس عملت جرانيولوما. اول شكل من اشكال الجرانيولوميتس مايوكاردايتس، واشهر جرانيولوميتس مايوكاردايتس، اللي بيسموها روماتيك، لان الروماتيك فيفر شكل من اشكال الجرانيولوما. واحنا عارفين ان الروماتيك فيفر فعليا بتعمل بتوين الماسل فايبرز، لو دي العضلات اهي كويس، ادي الماسل فايبرز اهي تمام، وادي النيوكليس اهي بتاعت الخلايا، وهنا الاسترايشنز برضو الالتهاب هيبقى انترستيشيال وهيعمل لي جرانيولوما. بس الجرانيولوما دي فيها ايه؟ فيها ليمفوسايتس اهي، وفيها خلايا كانت كبيره بيسموها الاشوف سيلز والاشوف جاينت سيلز، اللي هي كان فيها بيدد نيوكليولاي ومالتي نيوكليي زي ما انت حضرتك عارف. ده بالنسبه للروماتيك، فهو بيعمل لي فعلا جرانيولوما اسمها اشوف نوديول. فاذا ده اشهر من اشهر الاسباب الجرانيولوميتس، اللي هو الروماتيك، اللي هو الروماتيك. خلاص ادي واحد. اتنين، النوع اللي بعده عندنا من اشهر الجرانيولوماز اللي ممكن تحصل في الجسم هو التي بي، تيوبركلوزس. خلاص تيوبركلوزس. طيب التي بي اللي بيوصل للقلب بيوصل للقلب برايمري ولا سكندري؟ التي بي بيجي للقلب اول ما بيجي للجسم بيجي للقلب؟ اكيد لا، التي بي وصل للقلب سكندري، سكندري كويس. فممكن التي بي يعمل انفكشن في القلب، يا اما عن طريق حاجه اسمها ميلياري تي بي. ميلياري يعني هو انتشر في الجسم في اكتر من مكان، راح للقلب، راح للكيدنيز، راح للليفر، راح لمالتيبل اورجنز وعمل مالتيبل فوساي بهذا الشكل تمام. وطبعا الجرانيولوما بتاعت التي بي احنا عارفينها، جرانيولوما التي بي فيها ايبيثيليويد سيل ولانج هاند جاينت سيل، وممكن يبقى فيها كازيشن، وكازيشن ده ديستراكتيف، يعني ده حاله ديستراكتيف للقلب، وممكن يافكت الكاردياك سيبتم، يدمر السيبتم بتاع القلب ويعمل مشاكل كبيره يوصل عيان لهارت فيلير. ده بالنسبه للتي بي. في عندنا سبب ثالث من اسباب الجرانيولوميتس اللي هو بيسموها سيفيليتك، سيفيلس، سيفيليتك. طيب تعالوا نفتكر مرض السيفلس. مرض السيفلس يا اولاد هو مرض سببه بكتيريا تريبونيما باليدن، وهذه البكتيريا بتنتقل اما سيكشوال
او عن طريق الدم او ترانس بلاسنتال للاطفال. اهو اشهر سبب بقى بيوصل التريبونيما للقلب عند الاطفال او عند الكبار اللي خدوها سيكشوال. الطفل اللي خد من امه كونجينيتال سيفلس، والشخص البالغ اللي خده سيكشوال اكوايرد سيفلس. الكونجينيتال سيفلس يتولد بمشكله في القلب، الاكوايرد سيفلس ما يجيلوش على طول في القلب، يجيله على طول في الجينيتال اورجنز، بعد كده ينتشر في الجسم المرحله السكندري، لما يوصل لمرحله تيرشري بعد سنه او اتنين ممكن يوصل للاورجنز ويضرب القلب. فاللي بيجيله بدري في القلب مين؟ الطفل الصغير. ليه؟ لانه خد البكتيريا من الدم عن طريق الام. اللي بيوصل متاخر للقلب مين؟ الكبير، لان بيجيله في الاول 6 اورجنز وبعد كده يبدا جينيتالز وبعد كده يروح للايه؟ للاورجنز. ولذلك يا اولاد السيفلس عندنا هنقول ممكن يافكت الاطفال، فهو ممكن يجي العيل صغير كويس، ده نسميه كونجينيتال سيفلس، طفل صغنطوط كده لسه مولود كويس يا عيني، والطفل دوت خد من الام ايه؟ خد السيفلس البكتيريا كويس، والبكتيريا ديت وصلت لمين؟ وصلت للقلب، ولما وصلت للقلب عملت له حاجه اسمها كونجينيتال سيفلس. الكونجينيتال سيفلس للاسف يا اولاد لو انا جيت خدت عضله القلب كده بلاقي ان الكونجينيتال سيفلس بيبقى ديفيوز انفلاميشن في الهارت، ديفيوز سيفيليتك رياكشن، ديفيوز سيفيليتك رياكشن يعني التهاب شديد واخد مساحات كبيره. ده بالنسبه للاطفال الصغيرين، ده بيضرب القلب بيعمل له ممكن هارت فيلير. طب وبالنسبة للكبار، بالنسبة للأشخاص البالغين اللي هم حصل لهم سيفلس بعد فترة طويلة من العدوى كويس، حصل لهم سيفيليتك رياكشن في القلب بعد فترة طويلة من العدوى، هو ما بدأش في جسمه كاردياك، بدأ جينيتال وبعد كده ميوكو كيوتينيوس في الجلد وفي الليمف نودز، وبعد كده وصل للقلب في المرحلة التيرشري يعني بعد سنتين بقى موجود في القلب. عند الكبار المناعة أحسن شوية، عند الكبار المناعة أحسن شوية، فهيبقى السيفلس لوكالايزد في السيبتم، يبقى ضارب السيبتم بس، يعمل لي لوكالايزد ماس في السيبتم خاصة الانترفنتريكولر سيبتم مش الاتريال، انترفنتريكولر سيبتم يعمل كتلة كده في السيبتم، كتلة اللي في السيبتم دي سموها جاما تمام، وهي كتلة من الانفلاميشن والفايبروزز بتيجي في السيبتم في جدار القلب في النص. فطبعا لما تيجي في النص بتاثر على الكوندكشن سيستم، يعني تخيل كده التوصيل بتاع القلب باظ فيجي له هارت بلوك، هارت بلوك يعني الكهرباء ما بتمشيش كويس تمام. وفي الغالب بتيجي في الفنتريكولار سيبتم. ليه سموها جاما؟ لان عامله زي الجم، عامله زي اللبان، يعني عامله زي اللبان، اللبان الممضوغ. ليه؟ لانها بتبقى كتله بيضه فيها انفلاميشن وفايبروزس، لانه مزمن. انت بتقول لي بعد سنه سنتين اكيد حصل فايبروزس كويس، فبتبقى الريجولر وريتراكتد مكرمشه، حته مكرمشه في القلب كده بيضه عامله زي اللبانه تمام، دي بيسموها جاما. يبقى اذا السيفلس في الاطفال بيبقى ديفيوز انفلاميشن، السيفلس في الكبار بيبقى جاما لوكالايزد انفلاميشن تمام. يبقى احنا كده عرفنا انواع جرانيلوميتس، عرفنا الروماتيك فيفر، عرفنا التي بي، عرفنا السيفلس. هل هناك انواع اخرى للجرانيلوما اللي ممكن تحصل في القلب وتعمل مايوكاردايتس؟ يا دكاتره في انواع تانية. زي ايه يا دكتور الانواع التانية؟ زي مثلا ممكن واحد يجيله جرانيلوما بسبب فنجس فطريات. تقول لي فانجل انفكشن يجي في القلب، الموضوع ده في منتهى الخطوره، هو في فانجس بيمشي في الدم؟ لا، الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها. يعني لما اقول لك ان واحد عنده فانجل مايوكاردايتس تاكد تماما ان المريض ده الاميونيتي اخبارها ايه؟ صفر. تاكد تماما ان المريض ده الاميونيتي اخبارها ايه؟ صفر. يعني ايه فانجس يمشي في الدم؟ فانجس دي كائنات كبيره عامله زي النباتات تمشي في الدم ازاي كده ومفيش اي حراسه ومفيش اي ميو رياكشن؟ فده معناه انها مناعته وحشه جدا. وبنشوف الحالات دي يا اولاد كتير في مين؟ في العيانين اللي عندهم لوكيميا وليمفوما اصلا مناعتهم وحشه. لوكيميا وليمفوما، لان اللوكيميا والليمفوما بتعمل اميو سبريشن. ليه؟ لان عندك الليكوسايتس، الليكوسيتك كاونت الطبيعي اقل من نورمال، الفانكشننج سيلز قليله، المالجنان سيلز كتيره. فالعيان مناعته وحشه. الحاجه الثانيه انه بيتعالج بالكيماوي، بياخد كيموثيرابي، والكيموثيرابي بيأثر على نشاط البون مارو. عشان كده العيانين اللي عندهم لوكيميا دايما مناعتهم مش حلوه. فمعرضين لانفكشنز تافهه زي الفنجل انفكشن، ومريض الايدز ممكن يجي له الكلام ده.
خلاص، زي مين الفانجل انفكشن، كريبتوكوكوزز مثلا، بلاستومايكوزز، اي فانجس، مونيليزز، حاجات ما ينفعش تمشي في الدم مشيت في الدم. وانتوا عارفين دايما ان الفانجل انفكشن بيعمل سابيوراتيف جرانيولوما. يعني ايه يا دكتور سابيوراتيف جرانيولوما؟ يعني جرانيولوما فيها نيوتروفيل وباسلز، نيوتروفيل وباسلز، بلاقي دايما باسلز مع الفانجس. كويس. وطبعا الفانجس بيبقى حاجه كبيره كده بتتشاف تحت الميكروسكوب وبيتصبغ بالسيلفر وبيبان، يعني جرانيولوما مفضوحه ما بين العضلات، حاجه مفضوحه جدا كبيره قوي وبيبقى واضح، ده الفانجل جرانيولوما. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الجرانيولوماتس، قلنا فيه روماتيك، وفي تي بي، وفي سيفلس، وفي فانجس. ايه كمان يا دكتور ممكن يعمل جرانيولوما؟ ممكن يبقى عندي جرانيولوما مجهولة المصدر، مجهولة السبب، نسميها ايه؟ ايديوباثيك. في عندنا حاجة اسمها ايديوباثيك وبس، وفي ايديوباثيك باسم عالم اكتشفها، او باسم خلية اكتشفناها، عالم اكتشفها او خلية اكتشفناها فسميت باسم العالم وباسم الخلية. ايديوباثيك اسم العالم فيدلرز مايوكاردايتس، اسم الخلية جاينت سيل مايوكاردايتس. يبقى هو نوع من انواع المايوكاردايتس مجهولة السبب اكتشفوا الراجل ده، فيدلرز مايوكاردايتس. خلاص. واكتر خلايا فيه هي جاينت سيلز، سو مش تبي. وفي نوع تاني ايديوباثيك مرض تعرفه اسمه ساركويدوزز، ساركويدوزز اللي هو بيعمل جرانيولوما شبيهة بالتي بي، ابيثيليويد سيلز ولانج هاند جاينت سيلز وليمفوسايت قليلة بس مفيش كازيشن. ساركويدوز اللي كان بيجي في الرئة ممكن يجي في القلب برضه. كويس. طيب ايه قصة الايديوباثيك جرانيولوماتس مايوكارديتس او اللي هو الجاينت سيل او الفيدلرز مايوكارديتس؟ قصته يا اولاد ببساطة شديدة جدا، ان احنا بنلاقي شاب كويس بيجي غالبا ان يونج ايج، الشاب دوت ما عندوش اي مشاكل مسبقة. كويس. فجأة الشاب دوت حس بوجع في المنطقة ديت في القلب، شيست بين، بيعمل فحوصات طبعا لقوا قالوا له ده انت دخلت كده في هارت فيلير بدون سبب محدد، وجينا بنفحص القلب لقينا تحت الميكروسكوب elongated giant cells، elongated giant cells، giant cells خلايا كبيرة كده. كويس. elongated giant cells ليس لها تفسير، وجودها ليس له تفسير، ومش عارفين سببها ايه، يعني لا عندنا انفكشن ولا عندنا حاجة مناعية، وممكن تلاقي معها شوية باسلز انيوتروفيلز في بعض الحالات. كويس. وممكن تلاقي المصل طبعا مع وجود الخلايا ديت ممكن يحصل مصل سيل نيكروزز، خلايا تبدا تموت، كاردياك مصل ممكن يحصل لها نيكروزز. ده بيسموه الجاينت سيل او الفيدلرز مايوكاردايتس. ايه اللي بيميزه؟ اللي هي الالونجيتد جاينت سيلز، الالونجيتد جاينت سيلز. يبقى دي كده اشهر انواع الجرانيولوماتس مايوكاردايتس، كده اتعرفنا على الانواع الاساسيه. فاضل عندنا نوع يا اولاد من انواع المايوكاردايتس اللي هو كان بحرف الاس اسمه سابيوراتيف، وعايز حضرتك تبقى متاكد انت تتخيل كده السابيوراتيف ده ان انا اجيب صديد جوه القلب، دي حاجه كومن ولا رير؟ حاجه فيري رير. السابيوراتيف ده مش من الحاجات الكومن، بس لو حصل، لو حصل ممكن يحصل في العيان اللي عنده اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، لان حضرتك عارف ان الاكيوت بكتيريال اندوكاردايتس في اصلا سابيوراتيف انفلاميشن جوه القلب في الاندوكارديوم وعلى الصمامات، فممكن الصديد ده يعمل بوكيتس يتحوش ما بين العضلات، which is not common يعني. بس وحتى لو حصل فاحنا بنشوفه بوست مورتم غالبا، انت بتتكلم في واحد حصل له ساتوريشن على الفالف، عمل سادن بيرفوريشن، عمل سادن ديث، واحد بيموت وانا اقول له انت عندك خراج في القلب، هيفرق معاه في ايه يعني؟ تمام. فهي مش من الحاجات اللي تهمنا قوي الموضوع الساتوريتيف ده، وطبعا بنشوف نيتروفيل اند باسلز. اخر حاله من حالات المايوكاردايتس قلنا ان في عندنا حاجه اسمها ايميونولوجيكال مايوكاردايتس، والايميونولوجيكال المرتبطه بالمناعه ديت حاجه من اتنين، طبعا انت عارف مشاكل جهاز المناعه، اما انه يعمل هايبر سنسيتيفيتي، والهايبر سنسيتيفيتي هو بيعمل رد فعل مبالغ فيه ضد انتجين معين موجود في الجسم بيستفزه، بس هو بسببه بيأذي عضله القلب لسبب ما، او ان هو يكون قاصد بيضرب القلب فده يبقى اوتو اميونيتي.
الهايبر سنسيتيفيتي من اشهر الامثله، يقول لك ان لو حصل دراج هايبر سنسيتيفيتي، دراج هايبر سنسيتيفيتي الرجي تو دراجز، بعض انواع الادويه بتعمل حساسيه في عضله القلب، وبنستدل على وجود الحساسيه بالخلايا طبعا بتاعه الحساسيه اللي هي مين، اللي هي الايزينوفيلز. يبقى اذا الايزينوفيلز موجوده معايا في البارازيتيك مايوكاردايتس وفي الهايبر سنسيتيفيتي مايوكاردايتس. الاوتو اميون لا، ده احنا جهاز المناعه قاصد متعمد يضرب عضله القلب، هو قاصد يضرب الكاردياك ماسل بسبب وجود بروتين معين او انتيجين موجود على العضله هو مستفز منه، او في كروس رياكشن، يعني هو كان قاصد يضرب حاجه تانية ولكن لقى ان في تشابه ما بين عضلات القلب والحاجه ديت، وبدا يهاجم جهاز المناعه، بدا يهاجم عضله القلب ويشد انفلاماتوري سيلز حواليها والخلايا دي بتتكسر. اشهر مرض عندنا هو السيستميك لوبس اريثوماتوزس، السيستميك لوبس اللي هو الزئبة الحمراء، لانه بيضرب اماكن كتيرة في الجسم وبيضرب الاندوكارديوم وبرضه بيضرب المايوكارديوم. ده يا اولاد موضوع المايوكاردايتس. لو جيت سألتك وقلت لك يا ترى تفتكر ايه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لمريض عنده مايوكاردايتس، واحد عنده التهابات في المايوكارديوم، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ اول كومبليكيشن ان ممكن عنده يحصل له ايه، يحصل له هارت فيلير. عنده ممكن يحصل له ايه، يحصل له هارت فيلير، كويس. ده الكومبليكيشن رقم واحد. اتنين، الكومبليكيشنز العادية بالسيستميك بتاعت الانفلاميشن، يعني العيان ده ممكن الاقي عنده فيفر، الاقي سي رياكتيف بروتين عالي، الاقي الاي اس ار اليفيتد، الاقي ليكوسايتوزز، العلامات العامة للانفلاميشن. ولكن اهم ما يهمنا في موضوع القلب هو الهارت فيلير. ده قصة المايوكاردايتس.